عايزين نقول العيله بتيجي كمان مهمه جدا، لان حجمها صغير زي ما انتم شايفين. حلوه جدا لو بتعملي شوربه مركزه او صوص مركز او الخلطه بتاعت القلقاس اللي هو السلق، لو بتعملي خلطه السمك وتطلعي تتبلي على طول، لو بتعملي خلطه البتنجان اللي مخلل بتطلعي تحطي عليها على طول، لو بتعملي حاجات مركزه زي خلط زي ماجي بتعينيها فيها وبتطلعي تاكلي منها على طول. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، ان هي بتفك الصور بسهوله جدا، فانت مش هت المحتوى مش هيفقد القيمه الغذائيه بتاعته، لان هي انت بس هتحطيها في هوا ثواني وبيطلع الحاجه من المعلقه بتبقى مفروكه من جوه مش متجمده، لان عينك تبر وير بذاتها مش التجميد، الحاجه مش مجمده، الحاجه مفرزه، وتفرق من الاثنين كتير جدا. الحاجه لو اتجمدت بقت مش صحيه، دي مفرزه لان ما بيدخلهاش اي هواء، فبالتالي هو المحتوى بيتفرز ان هو يجمد على هذا المحتوى، بيبقى طري جدا مش مجمد لان ما دخلهوش اي هواء. العلب محتوى زي ما انتم شايفين، اما بتطق كده طلعت كل الهواء اللي تحتيها. ولما بنقفل بالعلبه دي، ودي دائريه يعني محكمه تماما، حتى لو حاطه جوه شويه شوربه مش هتقع، وبتعملي كده تطلعي الهواء اللي جوه وقفلتي مفيش اي هواء جوه، دي محكمه تماما اهو زي ما انتم شايفين. لو حتى سوائل خارجه ليها صوصات صغيره، وانت عندك خروجه بره هتاخدي شويه مايونيز، هتاخدي شويه كاتشب، وهذا من كل هذا القبيل هتحطي، وهيبقى طبق تقديم كمان حلو جدا في وسط الاكل كده، وخرجتي بيه ومحكم جدا في شنطتك مش هيطلع اي حاجه، امن جدا في الشنطه. علب يا جماعه عمليه جدا 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 فوق ما تتصوروا لكل الاستخدامات. ولو عندك في الثلاجه شويه زيتون، شويه حاجات صغيره هتحطيها فيها في الثلاجه، ما خدتش مكان هتحفظها، خرجتي بيها خرجتي في الثلاجه. التقديم على السفره للولاد امنه صحيه عمليه جدا في كل الاستخدامات. شكرا تبروير على المنتج المتعدد الاستخدام. شكرا ستات الدكتور.